أيها الإخوة الكرام، الذي يلفت النظر أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم تتميز عن حياة العظماء من القادة والمصلحين بأن حياته صلى الله عليه وسلم كل ما فيها من أقوال وأفعال وإقرار ومواقف تعد قدوة وتشريعاً، فقد عصمه الله جل جلاله عن الخطأ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي مواقفه، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لذلك أمرنا الله جل جلاله بالأخذ عنه، قال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. لأن الله عصمه من أن يخطئ، عصمه من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره، أمرنا أن نأخذ عنه. وجعل الله جل جلاله اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وتطبيق سنته دليلاً عملياً على محبة الله، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. لهذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام ولسائر الأنبياء جميعاً صلوات الله تعالى عليهم أجمعين مهمتان كبيرتان، مهمتان كبيرتان: مهمة التبليغ، والدعاة اليوم يقومون بهذه المهمة، لكن المهمة العظمى مهمة التطبيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما من كلمة قالها، ما من توجيه وجهه، ما من إرشاد أرشده إلا وكان سباقاً إلى تطبيقه. ليس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مسافة بين أقواله وأفعاله، لذلك قال الله له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وطمأنه. فقال: والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه المهمة الأولى. أما المهمة الثانية: القدوة والأسوة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني هو قدوة بأقواله وقدوة بأعماله، وحينما تنعدم المسافة بين أقوالك وأفعالك، حينما تأتي أفعالك مطابقة لأقوالك، وحينما تأتي أقوالك مطابقة لأفعالك، تستطيع أن تفعل في الناس فعلاً لا يوصف. الناس لا يقبلون كلاماً من دون تطبيق. يمكن أن تنتفع من أي طبيب يحمل أعلى إجازة في الطب ولا تلتفت إلى سلوكه إطلاقاً، ويمكن أن تنتفع من أكبر مهندس يعنيك علمه ولا تلتفت إلى سلوكه إطلاقاً، لكنك لن تستطيع أن تلتفت إلى عالم دين إن لم يكن سلوكه مطابقاً لأقواله. هذه المشكلة، لا تستطيع أن تنتفع بعالم دين إن لم يكن سلوكه مطابقاً لأقواله. لذلك أعظم شيء في حياة الأنبياء أنهم ما تكلموا كلمة إلا تجدها مطبقة في حياتهم، ولا نهوا عن شيء إلا وجدتهم أبعد شيء عن هذا الشيء. أيها الإخوة، شيء آخر: لأن معركة الحق والباطل، ذكرت لكم سابقاً أنه كان من الممكن أن يكون أهل الكفر في كوكب آخر،
ما في ولا مشكلة، أو أن يكونوا في قارة أخرى أو في حقبة أخرى، ولكن شاءت حكمة الله أن يكون أهل الإيمان وأهل الكفر في وقت واحد، في مكان واحد، في زمان واحد، ينشأ عن هذا معركة. معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية. وطن نفسك أن أي دعوة إلى الله تقابلها دعوة إلى الشيطان، دعوة إلى الدنيا، دعوة إلى المتعة، دعوة إلى الشهوة. فهذا الصراع بين الحق والباطل قدرنا، هذا الصراع بين الحق والباطل أراده الله، لأن الذين آمنوا لا يستحقون الجنة إلا بالبطولات والصمود والثبات والبذل والتضحية. شيء آخر، الإنسان هو الإنسان في أي زمان ومكان، الإنسان في كل عصر يكرر نفسه في ارتفاعه وفي انحطاطه، في قوته وفي ضعفه، في إيمانه وفي كفره. لذلك كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام من الظروف التي أحاطت به ومن الأحداث التي واجهته هو الموقف الذي يريدنا الله عز وجل أن نقفه إذا أحاطت بنا مثل تلك الظروف أو واجهتنا مثل تلك الأحداث. يعني سيرة النبي تشريع، الأحداث التي وقعت في حياة النبي أحداث مقصودة لذاتها، ليقف منها النبي الموقف الكامل، ليكون هذا الموقف الكامل تشريعاً لك أيها المؤمن لنهاية الحياة. له أقوال وله أفعال وله صفات وله إقرار، أقواله تشريع وأفعاله تشريع وإقراره تشريع وصفاته تشريع. الإنسان أي إنسان من خصائصه أنه فطر على حب الأرض التي وجد فيها والتعلق بالمعالم التي لابست نشأته، فحينما ينتزع الإنسان من بيئته التي ترعرع فيها ويخرج من أرضه التي أحبها تتمزق نفسه ويعظم همه، وربما آثر الموت على هذا الخروج الذي هو اقتلاع من جذوره. لذلك أشارت الآية الكريمة إلى هذه الحقيقة بقوله تعالى، دققوا، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً. هذا من جهة. من جهة ثانية، الإنسان مكلف أن يعبد الله من خلال التعرف إليه والتعرف إلى منهجه، ومكلف أن يعبد الله عز وجل من خلال أداء فروض العبودية من صيام وصلاة وحج، ومن خلال التزامه بالأمر والنهي، ومن خلال الأعمال الصالحة التي هي ثمن سعادته في الآخرة الأبدية. قال تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الإخوة، حقيقتان أساسيتان ينشأ عنهما معاً، أن الإنسان إذا وجد في أرض حالت قوى الشر فيها بينه وبين أن يستجيب لنداء فطرته في عبادة ربه، وحالت بينه وبين أن يصغي لصوت العقل في تطبيق منهج خالقه، وكان هذا الإنسان من الضعف بحيث لا يستطيع أن يقنع هذه القوى بالكف عنه ولا أن يقف في وجهها فيلزمها، ماذا يفعل؟ أيخسر سعادته الأبدية من أجل النوازع الأرضية؟ في الأساس أنت تحب الأرض التي ولدت فيها، لكن هذه الأرض التي ولدت فيها إذا فيها قوى
حالت بينك وبين طاعة الله، بماذا تضحي؟ تضحي بطاعة الله؟ تضحي بجنة عرضها السماوات والأرض؟ لا، ينبغي أن تضحي بالأدنى، تضحي بهذه الأرض من أجل أن تنجو بدينك. هذا هو المنطلق العقدي للهجرة. حينما تحول قوى الشر والعدوان والكفر في بلد ما بينك وبين أن تعبد الله، والعباد علة وجودك وسبب سلامتك وسعادتك، ينبغي أن تؤثر ما يبقى على ما يفنى. هذا المنطلق العقدي للهجرة. لذلك الآية الكريمة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هل يقبل الله هذا العذر؟ جاء الرد الإلهي، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بيئتك تحبها، أرضك تحبها، وطنك تحبه، فإذا سمح لك وطنك وبيئتك أن تعبد الله شيء رائع جداً، وهذا والفضل لله نتمتع فيه بهذه البلدة. يعني بلدة مساجدها ممتلئة، دروس العلم لا تعد ولا تحصى، إقبال الناس على المساجد شيء رائع جداً، هذا من فضل الله علينا. لكن لو تصورنا بلداً نعيش فيه، منعنا أن نصلي، منعنا أن نحجب فتياتنا، يجب أن تؤثر الأبقى على الأدنى، أن تؤثر ما عند الله على تعلقك بالأرض. هذا المنطلق بالتعبير الحديث الإيديولوجي للهجرة. حينما تتناقض معطيات مكان تسكنه مع أهدافك الكبرى، ينبغي أن تتبع أهدافك الكبرى. أولاً، أول درس نتعلمه من الهجرة. أخواننا الكرام، يعني النبي هاجر وانتهى الأمر، هاجر من مكة إلى المدينة، لكن لماذا نحتفل بهذه الذكرى؟ نحتفل بهذه الذكرى كي تكون منهجاً لنا في الهجرة بين كل مدينتين تشبهان مكة والمدينة. أوضح هجرة الآن: إنسان عاش ببلد غربي، يعني الحياة بلغت من الرفاه درجة لا تعقل، لكن القيم الإسلامية والدينية والأخلاقية منعدمة هناك. يعني الزنا عمل لا يحاسب عليه الإنسان أبداً، يعني الفسق والفجور والإباحية شيء طبيعي جداً، جزء من حياتهم. فإذا وزنت بين أن تبقى في هذه البلاد الجميلة والدخل الكبير والخدمات المذهلة التي تقدم للمواطن والحرية التي يتمتع بها، وبين أن يجد ابنته انحرفت بفعل البيئة، أو ابنه انحرفت عقيدته وسلوكه بفعل البيئة، ما الذي ينبغي أن تفعله؟ أن تؤثر مكاناً تعاني فيه ما تعاني، لكن تحفظ دينك ودين أولادك على مكان آخر فيه مغريات كبيرة، لكن مع هذه المغريات تفقد أهلك وأولادك. هذه المشكلة الأولى. أنا أقول لكم أيها الإخوة، حينما أسافر إلى بلاد بعيدة أخاطب الجاليات الإسلامية، أقول لهم: لا سمح الله ولا قدر، حينما تكتشف في وقت متأخر أنك خسرت ابنك وابنتك وأولادك وزوجتك، وأنهم تعلقوا بالحياة الغربية المتفلتة الإباحية تعلقاً شديداً، ويرفضون أن يعودوا إلى بلدهم، بل يستغنون عنك ولا يستغنون عن هذا البلد الذي عاشوا فيه، عندئذ تكتشف بعد فوات الأوان أنك ارتكبت
خطأً فادحاً لا ينسى. لذلك بالدول النامية في متاعب كثيرة، هذا شأن أي دولة نامية، لكن والله أيها الإخوة المتاعب في هذه الدول إذا وزنتها أن تخسر أولادك ودين أولادك. مرة عقد مؤتمر طبي في دمشق، حضره 100 طبيب من هذه البلدة، كانوا في أمريكا، حضروا مؤتمر. أنا ألقيت كلمة في هذا المؤتمر، حدثتهم عن مقولة قالها أحد العلماء الدكتور القرضاوي، قال: إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك مسلماً لا يجوز أن تبقى في هذه البلاد، يقصد الغرب. ذكرت هذه المقولة، وفي صالة في دمشق تقدم مني طبيب ودمعته على خده، قال لي: ابن ابن ابني. قلت له: هيك قال الدكتور. قال لي: أنا ابني غير مسلم، ما بدي ابن ابن ابني. ابني غير مسلم. يعني لما بتخسر أولادك، أخ في ديترويت اتصل بي، التقيت معه عقب محاضرة، رأيته يبكي والله مرة ثانية. قال لي: بنتي هربت مع واحد يهودي إلى تكساس. قال لي: حتى عرفت العنوان بالضبط، وحتى قدرت أخذ علبة فاليوم، هي ممنوع بيعها إلا بوصفة طبية، وسافرت من ديترويت إلى تكساس، يعني شيء 4 أو 5 أيام. وصل لبنته، رحبت فيه، ضيفته، وضع لها بكاسة الشاي حبة فاليو، شوية تخدرت، حملها على السيارة ورجع فيها. بالطريق انتهى مفعول الحبة هي، فاتت الاستراحة، طلعت مشي شوي، حاجز وقفه، كتبت بميل الحمرة على المرآة: أنا مغتصبة من قبل والدي، رقم سيارته كذا. وقفوا، أخذوها منه وكمل. بتعيش هناك، هيك النظام هناك. يعني واحد واجه مع ابنته بفراشة صديقة بغرفتها، هو حدثني، لأنه عنفة جابوه على مركز الشرطة، عمل تعهد ما يعنفة، لأنه عنفة ليس زوجها ولا خطيبها، صديقها في فراشها بغرفتها. الأب ما تحمل المنظر هذا، هناك شيء مألوف جداً. فبتعيش هناك بتتحمل الوضع هناك. هنا في عنا متاعب كثيرة بالدول النامية، بس في عنا أسرة، الأب أب والبنت بنت والأم أم والزوج زوج، وخاطب بنتك إنسان محترم. والله في نعم نتمتع بها أيها الإخوة، أقسم لكم بالله لو عرفنا قيمتها لتعلقنا بهذه البلدة. في عندنا شيء اسمه تماسك أسري هنا. واحد بأستراليا أثناء مغادرتي المطار، مطار سيدني، بكى، قال لي: بلغ أخواننا بالشام أن مزابل الشام خير من جنات أستراليا. قلت له: ما السبب؟ قال لي: بأستراليا ابنك بالمئة خمسين ملحد، بالمئة خمسين في حلقة بإذنه، باليمين لها معنى، باليسار معنى أسوأ، وبالتنتين أسوأ وأسوأ، بس فهمكم كفاية، يا ملحد يا في حلقة بإذنه. أولادنا بالشام الله يدين فضله علينا، لك ابن صالح بيرتاد المساجد، له دعوة متواضعة داخل كلية شريعة، يعني بتلاقي شباب كثر، بنتك محجبة، خطبها واحد مؤمن، عندك حياة أسرية ببلاد المسلمين ما بيعرف قيمتها إلا من فقدها. فلذلك أيها الإخوة، يعني فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى مدينة يقال لها دمشق بالحديث الشريف الصحيح. كثير في أحاديث، 30-40 حديث حول فضل السكنة في الشام. أما الحديث الأول: رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. فعليكم بالشام في آخر الزمان.
يعني أول درس من دروس الهجرة، إذا تنازعت فينا النوازع الأرضية والنداءات السماوية يجب أن نؤثر النداءات السماوية على النوازع الأرضية. هذا أول درس من دروس الهجرة. والهجرة أيها الإخوة موقف نفسي قبل أن تكون رحلة جسدية، إنها هجران الباطل والانتماء للحق، إنها ابتعاد عن المنكرات. يعني من معاني الهجرة الموسعة، الهجرة أن تهجر ما نهى الله عنه، هجران للباطل وانتماء للحق، ابتعاد عن المنكرات وفعل الخيرات، ترك المعاصي والانهماك في الطاعات، انتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر بالمعنى الموسع من هجر ما نهى الله عنه. بل من أدق الأحاديث، يعني في زمن الفتن، زمن النساء الكاسيات العاريات، زمن الاختلاط، زمن الزنا، زمن الكفر والإباحية، يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: عبادة في الهرج، يعني في زمن الفتن، كهجرة إلي. أقسم لكم بالله الذي يرتاد المساجد ويضبط لسانه ويضبط عينيه ويقوم بأعمال صالحة ويطلب العلم، والله مهاجر مهاجر مهاجر، وله أجر الهجرة. عبادة في الهرج كهجرة إلي. في درس آخر نتعلمه في الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام أعد خطة، اختار الرفيق، اختار راحلة تعينه على الوصول للمدينة، اختار خبير بالطريق يعرف دقائق الطريق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بكل الأسباب ثم توكل على رب الأرباب. التواكل مرض نفسي أصاب المسلمين، ما بيخطط، ما بيأخذ الأسباب أبداً، يقول لك توكلنا على الله. سيدنا عمر رأى جماعة يتكففون الناس في الحج يتسولون، قال: من أنتم؟ قال: نحن المتوكلون. قال: كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. هذا تواكل. فلما الإنسان يأخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب، اختار رفيق للطريق، اختار ناقة جيدة جداً، اختار خبير في الطريق، هل اختار طريق يعمي على المطاردين، اتجه بعكس المدينة ناحية الساحل، اختبأ بغار ثور ثلاثة أيام، هي كلها أسباب دقيقة جداً. فالهجرة تعلمنا أن المسلم عليه أن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. سهل جداً أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها وأن تنسى الله، بل أن تؤلهها كالعالم الغربي، وسهل أيضاً ألا تأخذ بها زاعماً أنك متوكل على الله، وهذا خطأ أكبر. كلاهما خطأ. فالمسلمون إما أنهم يتواكلون أو أنهم لا يأخذون بالأسباب، وكلا العملين خطأ كبير. لذلك النبي الكريم استأجر دليل ذا كفاءة عالية، واختار غار ثور الذي يقع في جنوب مكة لإبعاد مظنة الوصول إليه، وحدد لكل شخص مهمة أناطها به: واحد يتقصى الأخبار، آخر يمحو الآثار، ثالث لإيصال الزاد. وبعد كل ذلك كلف سيدنا علي
كرم الله وجهه أن يرتدي برده ويتسجى على سريره تمويهاً للمحاصرين. هذه كلها أسباب. هذا الدرس قلنا ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أيها الإخوة، هذه التدابير التي اتخذها النبي عليه الصلاة والسلام على كثرتها ودقتها ليست صادرة عن خوف شخصي، بل كانت طاعة لله عن طريق الأخذ بالقوانين التي قننها الله وبالسنن التي سنها الله وتشريعاً لأمته من بعده، ثم إنه في الوقت نفسه لم يعتمد عليها، بدليل أنه كان في غاية الطمأنينة حينما وصل المطاردون إليه، وما زاد عن أن قال لسيدنا الصديق: يا أبا بكر، ما قولك باثنين الله ثالثهما؟ أيها الإخوة، حينما فهم المسلمون الأوائل التوكل على الله هذا الفهم الصحيح، وبهذه الطريقة رفرفت راياتهم في مشارق الأرض ومغاربها، واحتلوا مركزاً قيادياً بين الأمم والشعوب، واليوم إذا أراد المسلمون أن ينتصروا على أعدائهم وما أكثرهم، وأن يستعيدوا دورهم القيادي بين الأمم لينشروا رسالة الإسلام الخالدة، إذا أراد المسلمون ذلك فعليهم أن يستوعبوا جيداً هذا الدرس البليغ الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هجرته. لذلك أول درس: التوكل هو الأخذ بالأسباب من دون الاعتماد عليها، وافتقار إلى تأييد الله وحفظه وتوفيقه من دون تقصير في استجماع الوسائل. بأي عمل تحتاج إلى إعداد وتوكل، توكل حقيقي، أن تؤمن بكل خلية في جسمك وبكل قطرة في دمك أن التوفيق من الله وحده، وأنت كمؤمن ينبغي أن تتأدب بأدب القرآن وأدب السنة، ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وينبغي أن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. يعني وضع التوكل بيشبه طريق بقمة جبل، عن يمين هذا الطريق واد سحيق، وعن شمال هذا الطريق واد سحيق، فأنت حينما تأخذ بالأسباب وأنت في قمة الجبل وتعتمد عليها وتنسى الله وقعت في الوادي الأول، وادي الشرك، وحينما تأخذ بالأسباب وأنت في أعلى الجبل حينما لا تأخذ بالأسباب وقعت في الوادي الآخر، وادي المعصية، فأنت بين الشرك والمعصية، إن أخذت بها واعتمدت عليها وقعت في وادي الشرك، إن لم تأخذ بها وقعت في وادي المعصية. هذا الكلام تحتاجه أيها الطالب بالدراسة. أنا بصلي بحضر دروس علم بيقوم الله بيوفقني بالامتحان، مو صحيح. بدك تصلي وتحضر دروس علم وتدرس. بيجي التاجر بيشتري أي بضاعة بنية الجبر، ما بينجبر، ما درس الموضوع. ما بدي مسلم محدود، بدي مسلم ذكي يأخذ بالأسباب كلها وكأنها كل شيء، وبعد ذلك يتوكل على الله من أعماقه. يعني أوضح مثال: عندك سفرة لحمص بسيارتك ما بتراجعها، قد يكون في حادث مميت، في شيء بالمركبة أساسي تعطل أثناء السير وكان الحادث مميت، بيجي واحد ثاني بيراجع كل شيء بالسيارة، بيراجع الزيوت، بيراجع المحرك، المكابح، كله بيراجعه وبينسى الله، لك ما في شيء ولا مشكلة، فبتراجع السيارة مراجعة تامة، وبأعماقك في شعور أنه الله هو الحافظ، هو المسلم،
بدك تأخذ بالأسباب. كلام دقيق، ملخص الخطبة: ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. مو سهل هي، سهل جداً تأخذ بالأسباب وتنسى الله كالغرب، وأسهل ما تأخذ فيها. نحن مؤمنين، الله معنا ما بيتخلى عنا، كمان كلام فارغ. المؤمن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا الدرس الأساسي في الهجرة. فالنبي الكريم سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، الله وعده بالنصر، ومع ذلك بحث عن دليل، بحث عن ناقة، بحث عن رفيق، فات لغار ثور، اختبأ ثلاثة أيام، مشي بطريق الجنوب، كل شيء ممكن يساوي سوا. لما أجوا على الغار وصلوا، قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك بالثين الله ثالثهما؟ أخذ بالأسباب واعتمد على الله. مو سهلة هي، أخذ بالأسباب واعتمد على الله، لم يعتمد عليها. في ناس يأخذون بالأسباب ويعتمدون عليها، يقول لك: أنا الكتاب قرأته كلمة كلمة، حافظه عن غيب، سأخذ 100%. يوم يغلبه النوم، بفيق بعد بدء الامتحان، نسي الله. فبدك تأخذ بالأسباب بكل شيء، بدراستك، بمحلك التجاري، بصناعتك، بزراعتك، أبداً خذ بالأسباب وتوكل على رب الأرباب. هذا الدرس الأساسي من حدث الهجرة. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.